صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها معكم النهاردة من صباح جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. يعني لدينا أكيد فقرات بتحمل قصص منوعة وبالتأكيد موضوعات بتحمل أيضا الكثير من الملفات. في البداية طبعا هنتكلم النهاردة يمكن مع حضراتكم عن جزء أو موضوع يمكن بقى رئيسي شوية في حياتنا. يمكن كثير من الأشخاص في مختلف دول العالم أصبح لا يستغنى عن الإبحار في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولو لبضع دقائق أو بضع ساعات في اليوم. يمكن كثير مننا ممكن ما يتخيلش أن احنا ما يبقاش في حياتنا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبالتحديد موقع فيسبوك. الحقيقة أنه لما اتسأل السؤال ده من مراكز الأبحاث النفسية ناس كتير جالها قلق وخوف لأن حياتهم بقت مرتبطة فعلا بشكل كبير بهذه المواقع. ومن هنا انطلقت مبادرة سنة 2011 بالتحديد وهو اليوم العالمي من دون استخدام لوسيلة التواصل الاجتماعي أو موقع أو منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتحديد. تم اختيار يوم 28 فبراير من كل عام عشان يكون اليوم ده مخصص للاحتفال بهذه المبادرة. كانت الفكرة أو البداية لهذه الفكرة كانت هدفها أنه تسلط الضوء على مشكلة إدمان البعض لمراجعة صفحاتهم ومتابعة صفحات أصدقائهم على فيسبوك. فكرة اليوم ده كمان كانت أن الأشخاص بتوجه ليهم الدعوة للامتناع عن تصفح الموقع لمدة 24 ساعة وده كان بالتحديد في سنة 2016 وأعلن خلالها حوالي 33 مليون فرنسي بالتحديد مقاطعتهم للموقع وده لإحياء اليوم العالمي بدون استخدام للفيسبوك. فعلا قدروا أن هم يقضوا ساعات قليلة من في التواصل مع محيطهم الاجتماعي لأول مرة منذ ظهور موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم وكانت تجربة ناجحة جدا وقتها ولكن لم تستمر بعد ذلك نظرا لأهمية هذا الموقع في حياة العالم. استخدام الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بتصنف للبعض بأنها إدمان وعشان كده قال أحد الأطباء النفسيين أن مشكلة واللي بيدعى سيرجي جوزلان أن مشكلة إدمان موقع زي موقع الفيسبوك واستبداله بالتواصل الاجتماعي الحقيقي هو محور الدراسات النفسية في الفترة الأخيرة. قال كمان أن النقطة المشتركة بين جميع مدمني وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هي لما بيكون في خسارة سواء كانت قليلة أو مهمة في حياة الناس الواقعية. أيضا ذكر الطبيب النفسي أنه إزاي نقدر نكتشف أن إحنا فعلا من الأشخاص المدمنين على هذه الوسائل ولا لا إحنا استخدمنا إلى حد ما معتدل. ده بيتم طبعا عن طريق أن إحنا بنبدأ نحس في نقص أو فراغ أو في حالة من الحزن والقلق لما بنتحرم منه خلال اليوم أو كمان من العلامات اللي بيكون الشخص مدمن على هذه الوسائل بيلاحظ أن عنده غياب للاهتمام بالأنشطة الأخرى خلال اليوم واللي ممكن كان بتعجبه قبل كده أو كان بيهتم بيها كانت في ضمن قائمة اهتماماته بطل أنه يهتم بيها وأصبح بيقضي ساعات أطول على هذه الوسائل. في كمان إحصاءات أجراها إحدى المراكز اللي تضح أن أكثر من 70% من البالغين في مقاطعة كابك الكندية ونشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 97% في أوساط الشباب وتبين كمان أن موقع فيسبوك تحديداً بيحصد أكبر نسبة من الزيارات اليومية بنسبة 94% تقريباً من متصفحي شبكة الإنترنت بيقوموا بزيارته خلال اليوم. يمكن كمان بالتحديد فيسبوك ما كانش موجود في حياتنا من أكتر من 12 عام تقريباً بالشكل اللي احنا أصبحنا فيه مرتبطين دلوقتي فيه بكل تفاصيل حياتنا عشان كده تحدي الاستغناء عنه ولو لمدة يوم واحد أعتقد أنه ممكن يكون تحدي كبير وصعب لكثير من الأشخاص مش بسيط. كان في كمان يمكن مواطنين أو بعض المواطنين البريطانيين اللي اتعملت عليهم أبحاث نفسية بيقولوا أن هم ما يقدروش يتوقفوا عن النظر لهاتفهم الذكي لمدة دقيقة واحدة. الطبيب أيضا النفسي اللي عمل هذه الدراسة سيرجي جوزلان بيقول أنه في طريقة ممكن تخلينا نقدر نفصل نفسنا إلى حد ما عن الشبكة الاجتماعية الإلكترونية وده عن طريق أن احنا نحدد اللي بيعجبنا أكتر في استخدامنا لهذه المواقع. وبيقول كمان أنه الشخص اللي لا يملك ما يكفي من الأصدقاء بيشعر افتراضيا أنه لديه ما يكفي منهم على هذه الوسائل وأيضا الشخص اللي بيحصل على الاعتراف والموافقة فبيجد في هذه المواقع ما ينقصه في حياته في الحقيقة. عشان كده من الضروري جدا لينا كلنا ان احنا ندرك الى اي مدى ممكن هذه المواقع ان هي تحقق لينا حياه حقيقيه في الواقع وساعتها كمان هنقدر نحدد اعتمادنا اليومي عليها. فلابد فعلا ان احنا يعني يكون استخدامنا
لهذه الوسائل يعني في ضمن قائمة اهتماماتنا زي ما ذكر هذا الطبيب النفسي، ولا يكون زيادة عن الحد اللي ممكن يأذينا أو يتسبب في حالة إدمان. هنروح معاكم لفاصل سريع ونرجع نبدأ تاني معاكم أولى فقراتنا الخدمية في صباح جديد. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله، الدنيا ريحة، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، نروح دلوقتي مشاهدينا للتعرف على آخر أخبار حالة الطقس في عدد من العواصم العربية والعالمية. بدأت أخبارنا الجوية من مصر اللي بيتوقع فيها خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود فيها طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار أيضا على جنوب الصعيد، بينما بيسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما أيضا تنشط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد بتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترة متقطعة. في السعودية بيسود طقس معتدل شمال البلاد وعلى المرتفعات الغربية، بينما تكون الأجواء دافئة إلى مائلة للحرارة على باقي المناطق، كما تتزايد أيضا فرص سقوط الأمطار الخفيفة وقد تكون رعدية على أجزاء من جنوب غرب البلاد، وفي فترات الليل بيسود طقس بارد على أجزاء من شمال البلاد. وعن العراق اللي بتشهد حالة الطقس فيها ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 9-10 درجات مئوية، بيكون الطقس مشمس ودافئ للغاية في عموم المناطق، بل ويميل الطقس أيضا للحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية فترتي الظهيرة والعصر، أما ليلا فيكون الطقس لطيفا في غالبية مناطق العراق ومعتدل في المناطق الجنوبية. الأردن أيضا بتشهد فيها البلاد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام أيضا بحوالي 8-10 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئ ومستقر وغالبا مشمس بشكل عام، أما في فترات الليل بتبقى الأجواء أقل برودة من الليالي السابقة واللي بتسود فيها أجواء باردة نسبيا بوجه عام. أما عن فرنسا بتشهد وخاصة العاصمة باريس سقوط الأمطار الغزيرة وبيسود فيها طقس غائم كليا مع تكون للضباب في المساء. إلى العاصمة الألمانية برلين اللي بتشهد سقوط الأمطار الخفيفة مع تكون للضباب في فترات الصباح، بيستمر هذا الضباب أيضا لفترات الليل لكن مع سقوط الأمطار اللي بتتحول لأمطار ثلجية.
أعلنت السلطات الأمريكية إصابة أكثر من 12 شخصاً بسبب الأعاصير التي اجتاحت أوكلاهوما وكانساس فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات. قالت أيضاً الشرطة الأمريكية أن 12 شخصاً قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة والتي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة. ونذهب الآن مشاهدينا للتعرف على آخر درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. بدرجات الحرارة بتنتهي نشرتنا الجوية لليوم، وننتقل معكم مشاهدينا للتعرف على آخر أخبار أسواق المال والأعمال في فقرة اقتصادية جديدة. بدأت أخبارنا من تركيا، حيث قال البنك الدولي أن الزلزالين الكبيرين اللذين هز تركيا في 6 فبراير قد تسبب في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و200 مليون دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك العدد. وأيضا قال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا أنه بحسب تقديرات البنك سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.
قالت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا أنها أجرت تدقيقاً قد شمل 12 مصرفاً وبدأت إجراءات ضد 2 منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقد اتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة. أبرم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقا جديدا بشأن قواعد التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عقد سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله أن الاتفاق بشأن إيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. صرحت شركة تويتر 200 موظف على الأقل في جولة جديدة لتخفيض العمالة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن 200 موظف الذين تم تسريحهم يمثلون 10% من نحو 2000 موظف ما زالوا يعملون في الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. أضافت أيضا أنه منذ استحواذ ماسك على الشركة في أكتوبر لعام 2022 قام بعملية تسريح منتظمة لموظفيها الذين بلغ عددهم في البداية نحو 7500 موظف في محاولة لخفض التكاليف. إلى هنا بتنتهي فقراتنا الاقتصادية، بننتقل معكم للتعرف على قراءة في أبرز عناوين الصحف العربية والعالمية. بداية أخبارنا من موقع القاهرة الإخبارية بالتحديد، حيث أكد فيصل المقداد وزير الخارجية السورية أن لقاء نظيره المصري سامح شكري مع الرئيس السوري بشار الأسد أكد خلاله العلاقات القوية التي تجمع القاهرة ودمشق. أضاف أيضا المقداد في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصرية أن مصر كان لها دور كبير في مساعدة سوريا لمجابهة تداعيات الزلزال، مشيرا إلى أن المساعدة المصرية لسوريا عبرت عن تلاحم شعبي البلدين. وإلى وكالة الأنباء الإيطالية، فنقلت عن مصادر أمنية إيطالية أن البحث عن المفقودين بعد تحطم قارب الهجرة قبالة سواحل كروتني ما زال مستمرا. وأضافت المصادر أن زورقين تابعين لقوة خفر السواحل الإيطالية قام بتمشيط المنطقة بأكملها بمساعدة رجال الإطفاء، لكن حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء آخر. وإلى وكالة الأنباء الصينية، حيث ذكر مرصد شينغيانغ الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن الصين تعتزم تركيبة تلسكوب بصري جديد على هضبة بامير بشمال غربي الصين، والذي سيكون ثالث أكبر تلسكوب بصري متعدد الأغراض في البلاد. الخبر يعني عن صحيفة الشروق التونسية، ويمكن متعلق ببداية فقرتنا لليوم، هو عن إحياء اليوم العالمي دون استخدام لمنصة فيسبوك، حيث طرحت الصحيفة تساؤل هل يمكن العيش بدون مواقع تواصل اجتماعي، وهل يمكن أيضا لحوالي 3 مليارات من البشر الاستغناء ولو ليوم واحد عن أكبر وأهم موقع تواصل اجتماعي في العالم. وعن صحيفة الوطن المصرية، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء،
ووزير الداخلية القطرية خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني، حيث حضر الاجتماع عدد من مسؤولي البلدين. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث أطلقت بلدية دبي مبادرة مركبة السعادة، وذلك بهدف دعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال الوصول إلى مقر إقامتهم ومعاونتهم أيضا في التقديم على خدمات البلدية وتلبية احتياجاتهم وإنجاز معاملتهم بأسرع وقت وأقل جهد، واستكمالا أيضا لجهودها في تطوير الخدمات المتكاملة بما يفوق توقعات المتعاملين ويلبي متطلباتهم. ما زلنا في الإمارات، حيث يحتفل الوسط الصحفي بذكرى تأسيس مجلة ماجد للأطفال، وهي تعتبر واحدة من أشهر المجلات المتخصصة للأطفال في الوطن العربي. صدر العدد الأول في 28 من فبراير لعام 1979، واستمر صدورها الإسبوعي حتى نهاية عام 2019، ومن ثم تحولت إلى مجلة شهرية حتى الآن. ساهمت أيضا مجلة ماجد منذ صدورها بإثراء حركة القراءة خاصة للأطفال على مدى أجيال متعاقبة في الكثير من الدول العربية. وللمزيد حول هذا الخبر بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف دكتور محمد فتحي، الكاتب والأكاديمي. صباح الخير دكتور محمد. في البداية، يمكن مجلة ماجد بالتحديد واحتفالنا اليوم بذكرى تأسيسها 43، يعني يمكن بتحمل ذكريات لأجيال كثيرة جدا، من يعني سواء من الأولاد أو البنات، وكانت أيضا بتحمل شعارها الشهير من المحيط للخليج، واستطاعت بالفعل أن تحقق هذا الشعار وتحويله إلى واقع. يعني في احتفالنا اليوم بهذه الذكرى 43، يعني كيف ترى هذه التأثيرات لهذا النوع من المجلات على أجيال كثيرة؟ صباح الخير يا أستاذة آية، وسعيد بالتواجد مع حضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن النهاردة يعني هي مناسبة سعيدة للطفل العربي، لأن مجلة ماجد الإماراتية على الرغم من حداثة يعني إصدارها، هي يعني صدرت العدد الأول منها سنة 1979، إلا أن البصمة التي تركتها مجلة ماجد في الوطن العربي بصمة عظيمة لا نبالغ إذا قلنا أنها بتعد أحد وسائل القوى الناعمة الإماراتية. وإذا كنا بنتكلم عن مجلة ماجد في عيدها 44 السنة دي، فإحنا بنتكلم عن عظمة التعاون المصري الإماراتي، لأن أول من أسسوا وساهموا في تأسيس مجلة ماجد الإماراتية كانوا صحفيين مصريين متميزين، وكان أول رئيس تحرير لمجلة ماجد هو الأستاذ أحمد عمر، أكاتب الأطفال ورئيس تحرير لمجلة ماجد عبر عقود، وعدد آخر من الفنانين والرسامين المصريين أمثال الأستاذ بهجت، الأستاذ حجازي، الأستاذ مصطفى رحمة، الأستاذ محمد بيرم، وغيرهم وغيرهم من الفنانين والكتاب أيضا المصريين، أستاذ إيهاب شاكر والأستاذ سميرة شفيق. كل هؤلاء أستاذ آية ساهموا في تشكيل ثقافة ووعي الطفل العربي في مجلة كانت تصدر في البداية مجرد ملحق في اليوم العالمي للطفل سنة 79 مع صحيفة الاتحاد، وكان من المفترض أن يكون اسمها، يعني هم جربوا عددين تجريبيين، العدد الأولاني سموه حمدان والعدد الثاني سموه دانا، لكن هم انحازوا إلى اسم مجلة ماجد في النهاية نسبة إلى البحار الشهير العربي أحمد ابن ماجد، الذي يعني تعود أصوله إلى إمارة رأس الخيمة الإماراتية. عبر هذه السنوات الـ 44 استطاعت مجلة ماجد أن تحفر مكانا في قلوب الأطفال العرب، تشكل وعي أجيال، قدمت شكل مختلف من القصص المصورة الكوميكس، قدمت تعريبا لعدد من المسلسلات الأجنبية الشهيرة في قصصها المصورة، وقدمت أيضا العديد من الأبواب اللي مرتبط بها الطفل العربي. إذا كان هناك تطور بيحصل في مجلة ماجد خلال السنوات الأخيرة، فهو التطور الذي أصبح يليق بالعصر، فهم تحولوا للأسف من مجلة أسبوعية إلى مجلة شهرية نتيجة لظروف الطباعة، لكن هم أخرجوا بعد ذلك تطبيق إلكتروني لمجلة ماجد وقناة تلفزيونية لمجلة ماجد لتستمر المسيرة حتى الآن. بنهنيهم جدا على هذه المسيرة العظيمة، والسنة الـ 44 ماجد قد كبر
وقد أصبح يحتل مكانة متميزة في قلوب أطفال وكبار العالم العربي الذين تربوا على مغامرة. يعني أعتقد وإحنا بنشوف أغلفة يعني الشهيرة لمجلة ماجد أكيد بالتأكيد بتعيد ذكريات كثيرة جدا لكثير من الأجيال. لكن يعني دكتور أيضا محمد، يمكن عايز أسأل برضو حضرتك فيما يخص الكتابة للطفل الآن، إيه اللي تغير في الكتابة المخصصة للطفل، وخاصة زي ما حضرتك ذكرت أنه أصبح الآن الأطفال أكثر انفتاحا ودراية بسبب التطور التكنولوجي الكبير بالطبع اللي احنا بنعيشه، ووجود أيضا العديد من الوسائل اللي ممكن بتمد بوسائل المعرفة المختلفة، يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا من خلال المصادر معلومات المختلفة. اللي تغير كثير والله يا استاذة آية، وانا شاكر لحضرتك انك سألتي هذا السؤال. يعني اذا كان الكتاب في فترة سابقة كتاب الطفل كان بينافس كتاب المدرسة، فالان كتاب الطفل وقصص الاطفال تنافس الالعاب الالكترونية، وهو ده جوهر الاختلاف. اذا كان كتاب الطفل الان بينافس الالعاب الالكترونية فده بيحتم اكتر من تحدي. التحدي الاولاني هو تحدي الوسيله، انا هقدم له القصه دي فين؟ هقدمها له في الكتاب المطبوع زي ما هي، ولا هقدمها له من خلال تطبيق الكتروني من الحاجات اللي بيمسكها يوميا؟ التحدي الثاني هو تحدي التشويق، هل مبادئ ما يسمى بعلوم التلعيب او الجيميفيكيشن هنقدر نطبقها في القصص ولا لا؟ بمعنى ان انا او حضرتك او حتى من اطفالنا واولادنا الجمال لما بيجوا يلعبوا بيبقوا مندمجين في اللعبه، لان كل مرحله فيها تحدي جديد وفيها مرحلة أعقد من سابقتها، حتى المصطلح الدرج اللي احنا بنقوله بتاع ليفل الوحش دوت بيبقى الناس كلها مقبلين عليه وعايزين يوصلوا له. التحدي عند كاتب الأطفال الآن أن يجعل قصة الأطفال مثل اللعبة، أن يجعل فيها من التحديات ومن التصاعد والتشويق في دراما الطفل اللي بيكتبها ما يجعل الطفل يمسك بزمام الأمور ويستمر في القراءة، سواء كانت هذه القراءة بقى قراءة تفاعلية، قراءة من خلال التابلت. وهنا أجي لحضرتك لآخر تحدي، هي فكرة القراءة التفاعلية. إذا كنا بنقول إن زمان الطفل كان بيتقري له القصة وهو قاعد بيسمعها في السرير في حدوتة قبل النوم، فالآن الطفل جزء من القصة. بعض القصص الأطفال الحديثة واتجاهاتها الحديثة في العالم هي تدمج الطفل وتجعله بطلا للقصة، بمعنى إن أنا هقول مثلا إن أنا فتحت التلفزيون والطفل دخل في يعني غرفة كبيرة فيها ثلاثة أبواب، فالطفل اللي هو بيقرأ ده أنا هسأله تختار أنهي باب عشان تدخل منه كبطل لهذه القصة. كل باب بيختاره بيوديني على صفحة أو بيوديني على مكان وبيوديني على حبكة مختلفة وبيوديني على قصة مختلفة. إذن نحن أمام قصة تفاعلية لا تنتهي، وقصة تجعل الطفل متشوق دائما لمعرفة العديد والعديد من النهايات والحبكات، وده برضو تحدي من التحديات المهمة اللي أظن إن هو يجب أن نعمل عليه. أخيرا وليس أخيرا، تحدي المشكلات الحقيقية والواقعية يا أستاذ آية التي تحيط بالطفل المصري والعربي، وده يخلينا نتكلم عن ان للاسف الشديد بعض الناس بيظنوا ان الكتابه للاطفال هي الكتابه عن الاساطير الشعبيه الشهيره والقصص المباشره اللي فيها مليانه وعظ، لكن الحقيقه ان هناك لديها الكتابه ان تتطرق اليها الكتابه للطفل، موضوعات خصوصيه الجسد، موضوعات المعضلات الاخلاقيه اللي بيتعرض لها في حياته اليوميه، انه لو في المدرسه وشاف حد بيعمل حاجه غلط فهو يقول عن الحاجه الغلط دي ولا يدخل في صراع نفسي ان هو يبقى بيفتن، مشكلات المثليه التي بدات تظهر في طغيان الثقافه اللي من هذا النوع في بعض وسائل الاعلام الغربيه، كيف سيتعامل معها الطفل المصري والعربي؟ كل هذه التحديات يعني يجب ان نتعامل. دكتور محمد، يعني حضرتك ذكرت نقاط هامه جدا فيما يتعلق بالكتابه للطفل، وده يخليني اسال حضرتك كيف نطور في الكتابه فيما يخص بادب الطفل بالتحديد لكي نساعد يعني في خلق هويه لكثير جدا من الاطفال للاجيال المتعاقبه او القادمه. الهوية ستأتي من مشروع كبير، لن تأتي الهوية من أشخاص ولكنها ستأتي من مشروع كبير، ولذلك نحن حين يعني سمعنا وقرأنا أخبارا عن مشروع عظيم هو مشروع الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استبشرنا خيرا، لأن هذا معناه أن هناك في بعبة هذه المؤسسة الكبيرة خطة يجب تسريع خطاها لكي يخرج الأمر إلى النور. اثنين، يجب أن نعيد تنظيم منظومة القيم للطفل المصري والعربي، وده برضو ده جهد دولة لن يكون جهد أشخاص. ثلاثة، دعم كتاب الطفل، كيف سندعم كتب وفنون الطفل في
في هذه المرحلة الشائكة جدا والحساسة جدا من تاريخنا، لأننا إذا كنا بنتحدث يا أستاذ آية عن استثمار في المستقبل، استثمار حقيقي في المستقبل، فالحقيقة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من قضية أمن قومي كبيرة اسمها الاهتمام بالطفل الآلي. طيب دكتور محمد، أيضا يمكن لاحظنا في مختلف معارض الكتاب اللي كانت بتقام في مختلف الدول العربية، ويمكن كان آخرها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الإقبال الكبير من جانب أيضا يعني بخلاف الشباب، أيضا كان هناك تواجد كبير للأطفال. هل نقدر نقول أنه ده بمثابة إشارة أن الطفل العربي ما زال محبا للقراءة وللكتاب؟ الطفل العربي لا يزال عاشقا، مش بس محبا، عاشقا ومسيما في القراءة، لكن كيف سنقدم له الكتاب؟ تشرفت بالمشاركة في عدد من المعارض المصرية والعربية والدولية، ورأيت كيف يعني يتفاعلون مع الطفل في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ورأيت كيف كانت صالة 5 معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي عقد في يناير الأخير وفي بدايات هذا الشهر، كيف كانت يعني تبج بالأطفال، كيف كانت هناك ورش حكي جميلة وورش تفاعلية، وكل دي بتقول ان الطفل لا يزال يقرأ. لكن كيف ستقدم له القصة؟ كيف ستتفاعل معه؟ كيف ستحترم مفردات حياته اليومية لكي لا يتحول الى الطفل المدبلج اللي احنا بنقعد نتريق عليه لما بيقعد يسمع حاجات الدوبلاج العربي؟ كل التحديات دي اذا قمنا بحلها وبالتصدي ليها، صدقيني يعني يا استاذة آية، يعني سنكون بصدد مشروع كبير للطفل، سيبهرنا الطفل. وانا واحد من الناس الحقيقه اليومين دولت بتشرف ان انا بشارك في احد مشروعات وزاره التربيه والتعليم المصريه اسمه اولمبياد مدارس مصر. بتعامل مع اطفال في ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، هم في مرحله اليافعين، يعني هم الاطفال في القانون الدولي يقول لك لغايه قبل 18 سنه هم اطفال. صدقيني اللي شفت الولاد اللي شفتهم في السويس في سن ثالثه اعدادي اولى ثانوي وثانيه ثانوي مبهرين بمعنى كلمه مبهرين، مشرقين وواجهه عظيمه لمصر بتقول ان لا دول بيحبوا القرايه، بيحبوا الثقافه، بيحبوا يعرفوا جيدا معنى القوى الناعمه المصريه ويعلموا جيدا قدر بلدهم. يمكن حضرتك اتكلمت على مبادرات مهمه بتقام داخل مصر، ولكن بشكل عام دكتور محمد، كيف زي ما حضرتك ذكرت كيف يطور الناشرون والكتاب من ادواتهم لكي يستطيعوا مواكبه العصر الحديث فيما يخص في مجال الكتابه للطفل على مستوى العالم العربي؟ لا شك ان الاطلاع على الثقافات الاخرى ده هيساعدهم جدا على التطوير. لا شك ان مشاركه الاطفال انفسهم، وده اتجاه جديد من الاتجاهات اللي موجوده في العالم كله، ان يكون الطفل مشاركا في كتابه قصته، واحيانا الاطفال هم اللي بيكتبوا القصه بالكامل ويعيد صياغتها كاتب من كتاب الاطفال ورسام من رسامين الاطفال. واحد زملائنا الاستاذ سيد ابراهيم في احد دور النشر المصريه قام بمبادره شبيهه وصدر عنها يعني قصص من وحي رسوم الاطفال المصريين نفسهم. جزء ثالث ان احنا نتعامل زي ما بنتعامل كده، زي ما بتتعامل يا استاذ ايه شركات التسويق لما تيجي تعمل اعلانات، بيعملوا حاجه كده اسمها الجماعات البؤريه او الفوكس جروب، بيجمعوا الناس وبيسالوهم، وده اتجاه جديد احنا بنلجا له احيانا دلوقتي مع الاطفال، ان احنا نقعد مع الاطفال واحنا بنكتب القصه ونسالهم انتوا ايه رايكم في الموقف الفلاني وايه رايكم في الموقف الاعلاني. ف تلاقي ان الاطفال ومشاركتهم في القصه وفي ابداء رايهم في هذه القصص بتودينا ككتاب للاطفال وكناشرين كمان للاطفال لمناطق اخرى لم يكن من الممكن ان نتطرق اليها لولا ان احنا اتكلمنا معاهم. فالكلام مع الاطفال والحوار مع الاطفال هو حوار متميز جدا يجب ان يظل. اخيرا في العالم اجمع استاذ ايه دلوقتي، كان زمان في حاجه اسمها الاديوكيشن اللي هي التعليم، وكان في حاجه اسمها الاديوتينمنت عفوا الانترتينمنت اللي هو الترفيه. دلوقتي بقى في الاديوتينمنت اللي هو التعليم الترفيه. هذه الوسيله من وسائل تطوير الكتابه لادب الاطفال التي ترقى لاذواق الاطفال واولياء امورهم على حد سواء، وبالتالي دي حاجة من الحاجات اللي احنا يجب ان نعتني بيها خلال الفترة القادمة. يعني دكتور محمد فتحي الكاتب والاكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي ادتهالنا فيما يتعلق ايضا بتطوير الكتابة للطفل العربي بشكل عام، شكرا جزيلا لك. نستكمل أخبارنا وقراءتنا في الصحف العربية والعالمية وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط واللي بيسود فيها في جنوب العراق قلق من انحسار مياه نهري دجلة والفرات رغم موسم الأمطار الجيدة نسبيا والتي هطلت على العراق خلال هذا الشتاء قياسا بمواسم الجفاف الثلاثة الماضية وما خلفته أيضا من تأثيرات كارثية على الزراعة والبيئة بشكل عام في البلاد.
وننتقل إلى جولة مراسلين وللمزيد عن أخبار العراق بالتحديد وعناوين الصحف العراقية الصادرة لليوم. بتنضم إلينا هبة التميمي مراسل القاهرة الإخبارية من بغداد. يعني صباح الخير يا هبة، ويمكن قرأتي لي آخر خبر من صحيفة الشرق الأوسط وعن القلق اللي بيسود الآن في العراق من انحسار مياه نهري دجلة والفرات. ماذا عن آخر تفاصيل هذه الأزمة هبة؟ صباح الخير يا آيو، صباح الخير على كل مشاهدي قناة القاهرة وأخبارية، وأكيد أصبح يعني عليك بالتحديد. يعني رغم أنه إحنا نقول صباح التفاؤل والحب والعطاء، بس يعني راح نبديها بأخبار مثل الجفاف. يعني هذا الموسم صراحة رغم أنه هطول بعض من يعني الأمطار نسبيا يعني التي هطلت في العراق خلال هذا يعني الشتاء، بس يعني العراق بصراحة يعني يتعرض إلى جفاف مرة ثانية، وما خلفته أيضا من تأثيرات نسبيا في السنوات الثلاثة الماضية، وتأثيرات كارثية على الزراعة ومثل ما أشرت إلى البيئة بشكل عام في البلاد. حتى أن المسؤولين يعني والمهتمين بهذا الموضوع يعني لا يخفون مخاوفهم بشأن موضوع إمكانية عدم كفاية الموارد المائية المتاحة. فيعني فهنالك أيضا يعني خصوصا تأكيد من المسؤولين، وأيضا قال من المسؤولين في الموارد في وزارة الموارد المائية، قال أن العراق خسر بصراحة 70% من حصصه في المائية بسبب العديد من الأمور، وبسبب بصراحة السياسات التي تمارسها في بعض من الدول الجوار. وحتى هنالك قلق ومخاوف من قبل المزارعين في محافظات الوسط والجنوب العراق حتى خلال هذه الأيام بسبب الجفاف في نهري دجلة والفرات. حتى في بغداد هنالك أيضا ظهور جزرات وسطية في نهر دجلة، وهذا يتخوف فيه صراحة الشعب العراقي وحتى المزارعين والمسؤولين، لأن بصراحة عانى معانا العراقيين من هذا الجفاف، وعندما أيضا انتعشت نهر دجلة والفرات في الأهوار، هذا بصراحة يأثر على الوضع حتى الاقتصادي، أن المزارعين معتمدين على المياه، وهنالك أيضا حصص مياهية تمت يعني الحكومة بها من قبل المزارعين، وتم تخصيص هذه الحصص بس بسبب التجاوزات التي حصلت من قبل المزارعين. فهذا أيضا الحكومة قالت أن المزارعين لهم أيضا تأثير على هذا الموضوع. وأيضا الحد من هذه الجفاف يعني خلال هذه الأيام ستكون هنالك أيضا يعني مبادرات من قبل أيضا الحكومة العراقية، وحتى أن وزارة الموارد المائية قالت هذه الموضوع تخص الحكومة، وأن يعني عندنا مياه للشرب وعندنا مياه للمزارعين يعني تكفي. وحتى أن هذه الأمطار هنالك أيضا مخزون من قبل سد الموصل في نهر دجلة وسد حديثة في نهر الفرات، وأيضا بسبب أيضا الثلوج التي حصلت في المناطق الشمالية من العراق، أيضا هنالك مخزون كافي بعد أن ذوبان هذه الثلوج. وأيضا يعني بصراحة عانت الأهوار كثيرا في السنوات الماضية الأخيرة بسبب الجفاف التي حصلت، وحتى المزارعون هنالك يعني نزحوا من المناطق الريفية إلى مناطق المدن ومناطق أخرى، نزحوا بسبب جفاف هذه المياه وعدم أيضا يعني إمكانيتهم على الزراعة، وحتى إمكانيتهم على إعطاء لحيواناتهم حتى العلف وكذلك الكثير من الأمور. فهذا أيضا أثر بصراحة على الوضع يعني الزراعي في العراق، ولأن الحصص الكافية التي لا تعطي من قبل الدول الجوار، الحصة يعني الموجودة والحصة التي تكون العراق فيها المخصصة فيها هي 70%، فإنما تأتي للعراق هي 30%. وأيضا صراحة الحكومات كثيرة في هذا الموضوع، ويعني هنالك أيضا أمور أخرى ستتم فيها المعالجة موضوع هذا الجفاف الذي حصل، ونحن مقبلين على فصل الصيف يعني المقبل. تعرفون أن فصل الصيف في العراق فصل يعني تكون فيه يعني درجات الحرارة جدا عالية يعني.
فهذا الموضوع يعني حتم ايضا انخفاض في الحصص المائيه في المحافظات الجنوبيه وحتى في المزارعين الذين لهم تجاوزات، وهناك ايضا رقابه على هذا الموضوع. ويعني لحد الان المخاوف كثيره من قبل المزارعين وحتى في من قبل المحافظات الوسطى والجنوب. نعم، نتمنى طبعا ان تاتي هذه المبادرات بثمارها في حل هذه الازمه، ازمه نهري دجله والفرات. وانتقل بحديثي بقى معك هبه، نعم، يمكن عن عطلت يمكن الازمات السياسيه في العراق على مدار العقدين الماضيين، تمرير كثير من القوانين او تشريع كثير من القوانين المهمه اللي بتمس هموم المواطنين هناك في العراق. مجلس النواب ما زال يشهد بعض التعثرات في تمرير عدد من القوانين، اخر ايضا التطورات لديك في هذا الامر هبه؟ نعم يا آية، هنالك قوانين جدلية عادة ما تصدم أصلا بخلافات سياسية كبيرة بين الكتل، حيث أن أبرز هذه الخلافات وأهمها لا يزال يلوح في إدراج مجلس النواب. وأغلب هذه القوانين بصراحة ذات مساس مباشرة مع المواطنين، وأخرى في تنظيم العلاقات العامة مع أقليم كردستان وبخصوص يعني الحصص النفطية والغازية، وكذلك هنالك خلافات بين يعني بين المركز والإقليم، خلافات سياسية. لعل أبرز هذه القوانين مثل ما قلت هي قوانين النفط ويعني الغاز الذي بقى يعني مهمل والذي بقى يعني يتراكم لحد هذه اللحظة، وأن هذا القوانين الذي أقرت يعني هنالك قوانين كثيرة ولم تحل في مجلس النواب خصوصا في قبة البرلمان، يعني لكن الأزمات تكون متتالية مع أقليم كردستان. قد حلت يعني وفق قانون ينظم تصدير النفط وقانون ينظم تصدير حقوق الإقليم منهم حتى في المحكمة الاتحادية، هنالك كذلك قوانين في إقليم البرلمان، الحصص الرواتب لإقليم كردستان والحصص النفطية والحصص الغازية يعني، وكذلك هنالك أيضا قوانين الانتخابات التي يبدل بين فترة وأخرى حسب مزاج بصراحة الكتل السياسية، مثل ما قالوا أيضا المراقبون في هذا الشأن، وأن الكتل التي تحب يعني دائما ان يكون هنالك قانون يعني يكون مطاطي ليتم التلاعب به على يعني على وفق ما يروه يعني في بعض من النواب، وكذلك هنالك قانون الضمان الاجتماعي للفئات الفقيره لا يزال ايضا معلق ولا يتم ذكره داخل جلسات مجلس النواب والاسباب تكون مجهوله، وهناك ايضا قوانين لحد هذه اللحظه لم يعني تحسم بسبب الجدل بين يعني بعض من الكتل السياسية في البرلمان، وهذا الموضوع يسبب يعني أزمة بين المواطنين، وهنالك أيضا تظاهرات بين فترة وأخرى يعني تحصل في العراق وخصوصا في منطقة الخضراء بشأن القوانين وبشأن الأمور التي لم تحل في مجلس النواب يا آية. نعم، بنتمنى طبعا يعني هذا تحدي كبير أمام البرلمان، يعني بيتمثل طبعا في تشريع عدد كبير من القوانين، بيتمنى أن تحل في القريب العاجل. أيضا يمكن هبة برضو هتطرق مع حديثي معاكي لانتشار ظاهرة تزوير العملة في العراق، ويعني في ظل انخفاض قيمة الدينار أيضا أمام الدولار وانتشار العملة المزيفة، وده يمكن يؤدي إلى تضخم اقتصادي خطير، كيف يتم مواجهة هذا الأمر في العراق؟ نعم، يعني بين فترة وأخرى هنالك يعني أزمة تنتهي وتبدأ أزمة أخرى، وهي أزمة يعني هنالك أزمات أخرى، أزمات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، هنالك أيضا الأسعار الكثيرة والغلاء الكثير في السلع الغذائية، يعني لحد هذه اللحظة لم نتخلص من يعني منها العراقيون، وهنالك أيضا أزمة هي تزوير العملة الدينار، وكذلك أنه هذه العملة التي حصلت والتي يمر بها العراق هي العملات المزورة التي في الأسواق الموجودة والمتداولة، ويتم تداولها من قبل أيضا في المحلات وفي أيضا في الكثير من الأسواق الغذائية، الذي يعني بصراحة المواطنين الذين لم يعني الأمور التي يعني لا يكون لهم خبرة في هذا الموضوع، ليس على دراية خبرة أنه هذه العملات كانت مزورة
وان كانت غير مزوره وانتشرت بصراحه، وان ايضا هذه الموضوع ايضا هي مختصه في الجهات المختصه في هذا الموضوع. هناك ايضا هيئه الرقابه وهيئه نزاهه، وقبل يعني المواطنون بصراحه يتم تداولها بين الاسواق، وكذلك في القيمه الشرائيه التي يتم من خلالها انه يعني يكون في المحلات والمحلات السلع الغذائيه والمواد الغذائيه التي يتم تداول فيها، وعند ايضا تحويلها الى الصيرفه فيتم يعني اكتشاف هذه العمله، وتكون هناك الكثير من العملات المزوره من جميع الفئات من 5000 10000 و 25000 عراقي يكون فيها. وهذا الموضوع يعني ايضا يكون فيها المواطن غافل عن هذه المواضيع، هي حتى ارتفاع في الاسعار الغذائية بسبب هذه العملات، وأنه يقول أيضا مراقبون في هذا الشأن أن هذه العملات النقدية تتم يعني تزويرها من قبل الدول خارج العراق وتأتي إلى العراق بسبب يعني يتزايد فيها العملات الأجنبية لأخذ العملات الأجنبية وتصديرها إلى خارج العراق. وأيضا هنالك أيضا الجهات الحكومية تكون بين فترة وأخرى تقبض على جماعة من المهربين في يعني الدولار وكذلك حتى في العملات النقدية الموجودة في العراق، ودخولها بصراحة إلى العراق ومن جميع المنافذ الحدودية من دول الجوار، وحتى أن هذه العملة تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وحتى أن هذه الجريمة الجريمة الاقتصادية لضرب حتى القيمة الدينار الموجود في العراق وتقليل من أهميته في السوق المحلية، ورفع أيضا مثل ما قلت الأسعار المنتجات الضرورية لحياة الإنسان، وكذلك اختفاء كميات كبيرة من المواد الغذائية وعرقلة الحصول عليها من قبل المواطنين تكون يعني محدودين الدخل، وخصوصا الفقراء والموجودين هنا، وأيضا الأوراق المالية المزورة قد دخلت مثل ما قلت من خارج العراق في الأيام القليلة الماضية، وهذا يعني هي الظاهرة ظاهرة موجودة، بل إنما استفحلت بصراحة في هذه الأيام الآتية واستفحلت في هذا الوقت الحاضر، وأصبحت هذه الظاهرة يقع فيها فريسة المواطنين البسطاء الغير متمرسين في العمل والكثير من الأمور، وأيضا المواطنين يعني يطالبون الجهات الأمنية المختصة في هذا الموضوع لأزمة جديدة التي أزمة ضربت يعني العراق. أعتقد فعلا يا هبة يعني كما ذكرتي هناك حاجة الآن ملحة نحو سرعة معالجة هذا الأمر بالتحديد، وإعادة أيضا الأمور إلى نصابها لكي لا يتعرض هؤلاء المواطنين الذين ليسوا على دراية كما ذكرتي بعمليات التلاعب والتحايل وأيضا السرقات اللي بتتم من خلال هذه العملات المزورة. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من بغداد، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وهنا بتنتهي جولتنا وقراءتنا في عالم الصحافة، وهنروح لفقرة جديدة عن آخر أخبار ملعب العالم. بداية أخبارنا رياضية على حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تسلمها خلال حفل جوائز ذا بيست العام 2022 واللي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عقب نجاحه في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج بلقب بطولة كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في قطر على حساب منتخب فرنسا. تعد هذه المرة الثانية اللي بيحصد فيها النجم الأرجنتيني ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا في مسيرته الكروية، بعدما حصد الجائزة للمرة الأولى في عام 2019.
وحصلت أيضا أليكسيا بوتياس نجمة فريق برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في العالم، وحصدت أليكسيا الجائزة بعدما تفوقت على الثنائية أليكس مورغان لاعبة فريق أورلاندو برايد الأمريكية وبيث ميد مهاجم فريق أرسنال والمنتخب الإنجليزي. كما توج الأرجنتيني إيماليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، وذلك بعد حصوله على النسبة الأكبر في التصويت وقيادة الأرجنتين للفوز بمونديال كأس العالم 2022. وحصل البولندي مارسن أوليكزي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم بعد هدفه الرائع بقميص فريق وارتا بوزان، والذي جاء من مقصية خيالية ضد ستال ريزيزو. Just wait here one second, Lauren Marcin, because. أيضا حصد الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو على جائزة أفضل مدرب في العالم بعد تتويجه بلقب مونديال قطر الماضي. يبدو أن الأرجنتين كانت لها الأفضلية في هذه الاحتفالية. حصل أيضا مشجعو منتخب الأرجنتين على جائزة الجمهور اللي تسلمها كارلوس تولا واللي بيبلغ من العمر 74 عاما في حفل جوائز ذا بيست العام 2022. وسافر مشجعي التانجو إلى قطر بأعداد مذهلة لتقديم الدعم لمنتخب بلادهم. كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل، مع قرب انتهاء تعاقده مع المرينجي بينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في يونيو المقبل. قالت صحيفة الوطن السعودية إن كريم بنزيما قد اقترب من الانضمام لنادي اتحاد جدة، كما يوجد ناديان آخران يرغبان في ضمه. ولمزيد مشاهدينا من المتابعة عن آخر الأحداث الرياضية، بيسعدنا أن ينضم إلينا من باريس الصحفي الرياضي فاروق خليف. صباح الخير أستاذ فاروق. في البداية، يعني يمكن حفل ضخم شهدته مدينة باريس بالأمس للإعلان عن جوائز ذا بيست، فوز الأرجنتيني ميسي أيضا بجائزة أفضل لاعب، يعني هل بتعتبره منطقي في ظل تألق النجم الأرجنتيني وحصد أيضا مونديال كأس العالم مع منتخب بلاده؟ صباح الخير لكم ولكل المشاهدين الأفاضل. أهلا بحضرتك. بالنسبة لتتويج ميسي بهذه الجائزة، هو كان منتظر أكيد بعد الفوز بكأس العالم. بعض الأقلام أو بعض المتابعين تبينت ربما الشكوك حول فوز ميسي أو فوز بنزيما، لكن في كرة القدم أو في الكرة العالمية التتويج بكأس العالم له قيمة خاصة. لا يمكن أن نقارن كأس العالم مع مسابقات أخرى، حتى دوري الأبطال بمستواها العالي لا يمكن أبدا أن تكون في قيمة كأس العالم. بعض الأوساط التابعة لريال مدريد ربما تعرضت لفوز ميسي، ولكن هذا كان منتظرا. اللاعب قدم دورة في المستوى، التمريرة الشهيرة ضد المنتخب الهولندي، كيف تمكن من مساعدة الأرجنتين في التأهل في تلك المباراة النهائية. كان لميسي دور كبير في الفوز بكأس العالم رغم اقتراب فرنسا في بعض اللحظات من التتويج، وكان هذا أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم. تتويج ميسي بهذه الجائزة هو مستحق 100%. المنتخب الأرجنتيني قدم كل شيء للفوز بكأس العالم، حتى بعض اللاعبين صرحوا بأننا فعلنا المستحيل من أجل الأرجنتين ومن أجل ميسي. الجائزة التي كان أو الكأس التي كانت مستعصية عليه ها هي تدخل خزائنه. حتى بالأمس في السهرة قال
بأن هذا حلمي تحقق وأخيرا تحقق حلمي، بمعنى أن اللاعب لم يصل إلى ذروة أو ذروة الفوز أو ذروة الفوز بالألقاب رغم حصده تقريبا لكل الجوائز الفردية والجماعية مع برشلونة، لكن هنا تعرف قيمة أو يعرف المشاهد قيمة كأس العالم بالنسبة للاعب مثل ميسي الذي أتى من أحياء فقيرة في مدينة روزاريو وعانق العالمية في واحدة من أشهر قصص اللاعبين على مدار التاريخ، بعد مرضه ثم انتقاله وانتقال والديه إلى برشلونة ثم الإمضاء مع هذا النادي والتدرج في فئاته. عفوا، ميسي قصة يجب أن تروى، يجب أن تكون في فيلم أو تكون في كتاب يدرس للأطفال الشغوفين بكأس العالم. فعلا قصة مثيرة، وبالأمس الحضور كان تفاعل بالشكل الإيجابي مع مشاعر اللاعب لما قال بأن هذا الحلم تمنيته كثيرا وأخيرا حققته، وهي مفارقة عجيبة خاصة لفريق باريس سان جيرمان. هل تعلمين بأن باريس سان جيرمان انتقل إليه رونالدينيو في 2002 فاز بكأس العالم، وانتقل إليه مبابي في 2017 وفاز بكأس العالم، واليوم ميسي مباشرة بعد انتقاله لباريس سان جيرمان يفوز بكأس العالم. ربما هذا النادي فعل خير على النجوم العالمية. يبدو فعلا هذا سيد فاروق، وأيضا منتخب الأرجنتين يبدو أنه أيضا كان له النصيب الأكبر من الجوائز بعد حصول مدربه ليونيل سكالوني على جائزة أفضل مدرب، وكذلك الحارس العملاق إيماليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس. حتى على صعيد الجمهور كان الجمهور الأفضل، هل تتفق أيضا مع هذه الاختيارات ولا لا؟ نعم، اختيارات الثلاثة كانت صائبة. لماذا؟ المدرب سكالوني لو نضع تشكيلة المنتخب الأرجنتيني على الطاولة مقارنة بتشكيلة المنتخب الفرنسي أو تشكيلة المنتخب الإسباني مثلا أو تشكيلة المنتخب البرازيلي الثرية بالنجوم، نجد بأن المنتخب الأرجنتيني هذه المرة لم يعتمد أو لا يملك تلك الأسماء القوية التي كانت في السابق على غرار إيغوين وأغويرو وريكلمي وغيرهم. مرت نجوم كبيرة على المنتخب الأرجنتيني في فترة تألق ميسي، لكن الاتحاد الأرجنتيني ربما فهم بأن وجود عدة نجوم مع ميسي لن يخدم هذا اللاعب. كان تركيز الاتحاد الأرجنتيني على التشكيلة التي تناسب ميسي وليس تناسب المنتخب. سكالوني وجد الوصفة في لاعبين تقبلوا ميسي كنجم أول في المنتخب الأرجنتيني وعملوا من أجل إرضاء ميسي كرويا على الميدان، يعني بمعنى التمريرة الأخيرة تكون لميسي أو إعطاء الكرة لميسي ليحدث الفارق. هنا ظهرت لمسة سكالوني، عرف كيف يختار اللاعبين ليسوا نجوم كبار ولكن لاعبين كانوا في طور النجومية. يعني اليوم لما نرى مثلا متوسط ميدان المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي انتقل إلى تشيلسي بمبلغ كبير، لاعبين آخرين، هنا تظهر لمسة المدرب. بالنسبة للجماهير الأرجنتينية كان المخرج في قطر دائما يعطينا الصور المنتخب الجماهير الأرجنتينية وكيف تشجع منتخبها بطريقة عجيبة، يعني منذ صافرة الحكم والمشجعين الأرجنتينيين يغنون ويشجعون منتخب بلادهم، أغاني شهيرة، أغاني فيها كلمات عن بيلي، عن مارادونا، عن الصراع الأزلي مع البرازيل، عن تاريخ الكرة الأرجنتينية. كانت لحظات ممتعة صنعها المنتخب الأرجنتيني. أما بالنسبة للحارس فعلا لعب دور كبير في فوز الأرجنتين بكأس العالم خاصة في ركلات الترجيح. كان الحارس يعني انا بعتذر على المقاطعه سيد فاروق خليف، على كل شكرا على كل هذه المعلومات، كنت معنا من باريس عبر زوم، والان موعدنا مشاهدينا لموجز الاهم واخر الانباء.
التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من عاصمة الخبر، أهلا بكم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى أن مدرعات أمريكية الصنع محملة بمواد كيماوية تقدمت إلى خط تماس في دونباس، مؤكدة في الوقت نفسه أن حلف الناتو يستعد لتزويد أوكرانيا ب 600,000 جرعة من ترياق المواد السامة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة إلى طائرات مقاتلة لحماية الأراضي الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات هي وحدها القادرة على ردع العدوان الروسي على حد وصفه. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي بمسيرات إيرانية صنع، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 من العاملين بخدمة الطوارئ الحكومية. وحول المعارك الدائرة في باخموت، أعلن زيلينسكي أن الوضع يزداد صعوبة وتعقيدا في المدينة. وعلى صعيد متصل، ذكرت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك أن محور باخموت يشهد تغيرات كبيرة، وأكدت أن الظروف مواتية حاليا لإحكام التوقيع على القوات الأوكرانية في المدينة، فيما أشارت إلى أن مقاتلي مجموعة فاغنر موجودون في الوقت الحالي وسط مدينة باخموت الاستراتيجية. يأتي هذا فيما توقع مصدر عسكري أن تكثف قوات روسية هجماتها باتجاه محور زابوريجيا. وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الوضع حول جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية في مولودوفا، وصفه بالمقلق بالنسبة لروسيا. وقال بيسكوف إن اقتراب قوات الأوكرانية من المدينة يعد استفزازا خارجيا بالقرب من روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تراقب الوضع هناك عن كثب. وعلى جانب آخر، أكد الكريملين أن روسيا لن تستأنف مشاركتها في معاهدة نيو ستارت حتى تستمع الولايات المتحدة لمخاوفها، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على جميع الاتصالات التي تساعد في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. وعلى صعيد العلاقات مع حلف الناتو، صرح بيسكوف بأن الحلف أصبح عدوا لروسيا. وفي زيارة تهدف إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في آسيا الوسطى في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وما تثيره من مخاوف، استقبل وزير خارجية كازاخستان نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف قبل أن يتوجه جوا إلى أوزبكستان. الجدير بالذكر أن حدود كازاخستان تتماس مع حدود روسيا على امتداد 7500 كيلومتر. وعلى نطاق واسع، انتقلت المناورات العسكرية كوبرا جولد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند. ويشارك الجيش الأمريكي خلال هذه المناورات الحالية بفرقة عسكرية هي الأكبر منذ بدء التدريبات العسكرية مع تايلاند. وتشمل المناورات العسكرية تدريبا للأفراد على تكتيكات ساحة المعركة وتكنولوجيا المعدات الجديدة وحماية أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية. وأوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن المناورات تظهر عزم الدول المشاركة على الاستجابة الجماعية من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحفظ السلام والاستقرار بها.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وانسلاند بعد طلب من دولة الإمارات. وذكرت البعثة الإماراتية في المنظمة الدولية أن طلب عقد الاجتماع بشكل عاجل يأتي في ظل استمرار التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية. ضربت عاصفة ترابية ضخمة شمال غربي تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه تم إصدار تحذير من الغبار بعد انخفاض الرؤية إلى حد كبير بسبب العاصفة الترابية. نهاية الموجز. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتكل، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا لكم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. نأخذكم في جولة مختلفة عن دار الأوبرا المصرية اللي استضافت فرقة باليه موسكو الروسية واللي قدموا العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمي تشايكوفسكي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. باليه الجمال النائم يعد طبعا من أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، واللي عرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي بسان بطرسبرغ، وصمم رقصاته الأصلية ماريوس بيتيبا، وبيدور قصة هذا العرض حول الأميرة الصغيرة اللي بتدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها في سن 16 نتيجة جرح من إبرة مغزل، ورغم احتياطات والدها الملك بتنجح الحيلة فعلا وبتدخل إلى نوم طويل، وبيرتبط استيقاظها بظهور أمير شاب بينتصر على الوحش وبينقذ الجمال النائم. لوحة فنية باهرة على مسرح دار الأوبرا المصرية في القاهرة، تقدم فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحي البولشوي والمارينسكي العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمي تشايكوفسكي. أعتقد أنها فرصة جميلة لعرضنا اليوم في مصر على هذا المسرح الممتع. اليوم نقدم العرض الكلاسيكي الجمال النائم للموسيقار تشايكوفسكي مع أشهر راقصات الباليه من أكاديميات روسيا. سعيدة بوجودي هنا في مصر، كل شيء منظم والأشخاص ودودون، مستمتعة حقا بالعرض. باليه الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكي، ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها. دار الأوبرا مختصة بالفنون العالمية الكلاسيكية، واللي بتخاطب العالم بشكل مباشر، هي مركز التقاء حضارات وثقافات وفنون مختلفة، كله بيجي على القاهرة وبيطلع من القاهرة للشرق الأوسط. This is my first trip to this opera house. I've been to. إنها أول مرة لي في دار الأوبرا، رغم زيارتي لمصر ثلاث مرات من قبل. المبنى مناسب كثيراً للعرض، وأنا في غاية السعادة باستضافة الأوبرا لبالي موسكو. Ballet Company. أعتقد إن هي فرصة كبيرة أوي إن إحنا نقرب للثقافة بتاعتهم ونفهم بالظبط الثقافات عندهم عاملة إزاي، ونشوف عن طريق الفن اللي هما بيقدموه بالذات هنا يجوا في دار الأوبرا، ودي أصلا دار مشهورة وإن هي بتستضيف ثقافات كتيرة. باليه موسكو فرقة عالمية متخصصة تضم فنانين وعارضين من جنسيات مختلفة، وحققت قاعدة جماهيرية دولية، وتعد روسيا من أوائل دول العالم في فن الباليه، وكانت أول نواة بنيت عليها مدرسة الباليه الحديثة التي انتشرت في أوروبا بعد ذلك. حالة فنية مختلفة تؤكد أهمية الثقافة والفنون في مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات والجنسيات. باليه موسكو الكلاسيكي أوضح القدرة على الإبداع ومزج المشاعر الإنسانية والقيم النبيلة في المجتمعات. من دار الأوبرا المصرية، نورهان عجيزة، هنا القاهرة عاصمة الخبر.
يمكن مثل هذه العروض فعلا بتساعد بشكل كبير في إثراء الثقافات المختلفة ومد جسور التعاون بين الكثير من البلدان، بما أن طبعا بيعتبر الفن لغة عالمية وسهلة الوصول إلى كثير جدا من المجتمعات. نروح لقصة مختلفة بقى عن إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو معرض رشيد كرامي الدولي بمدينة طرابلس شمالي لبنان على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس اللي حمل اسم الرئيس رشيد كرامي بعد استشهاده بيعتبر أحد المرافق الأساسية اللي بدأت مع نهاية الخمسينيات إبان عهد الرئيس الراحل كميل شمعون، واستكملت وبلغت أيضا نضوجها النهائي في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب. بينضم إلينا عبر زوم الآن من مدينة طرابلس بلبنان المهندس وسيم ناجي، عضو المجلس البلدي في مدينة طرابلس ومكلف أيضا من وزير الثقافة بالعمل على ترميم هذا المعرض، معرض رشيد كرامي. يعني برحب بوجودك معنا في صباح جديد في البداية. ويمكن يعني هذا المعرض له قيمة فنية وجمالية ومعمارية كبيرة في لبنان، لو تحدثنا في البداية أو حابة أعرف من حضرتك أهميته التاريخية وبالنسبة للحضارة في لبنان. صباح الخير وشكرا على الاستضافة والإضاءة على الموضوع اللي كثير مهم، لأنه بشكل نموذج لكل العالم العربي بما يختص بتجربة الحداثة. معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس أو لاحقا معرض رشيد كرامي الدولي هو واحد من نتاج تجربة الحداثة والتحديث، تجربة اللي دخلت إلى العالم العربي منذ الثلاثينات وأربعينات القرن الماضي وانتشرت بعدة عواصم عربية ودول عربية خاصة التي نالت استقلالها في فترة الأربعينات، هي نتيجة تجربة الحداثة في أوروبا، في أوروبا والولايات المتحدة. تسربت هذه التجربة لغيرت وجه العمارة من عمارة تحمل زخارف وتأثيرات كلاسيكية إلى عمارة حديثة بسيطة ترتكز ببناء على البطون المسلح وعلى بساطة الخطوط والخلو التام من كل أنواع الزخارف، وتحاكي حداثة التجربة في تلك الفترة لنمط حياة المجتمع، لتجربة التطور الصناعي للتكنولوجيا إلى آخره. معرض هذا كان ناتج حقبة الرئيس فؤاد الشهاب اللي ابتدأت طبعا قبل مع الرئيس كميل شمعون، كوظيفة كانت كثير رائجة تلك الفترة أن يكون في كل دولة معرض دولي دائم. تلك الفترة طبعا لم تكن هناك شبكات تواصل وإنترنت، كانت الدول تحتاج أن تسوق ما لديها من منتجات، فبكل بلد كان يوجد أرض معارض دائمة، وكانت قرار لبنان أن يستضيف هذه الوظيفة وهذه المنشأة في مطلع الستينات، وتم على أساس تكليف معمار عالمي الراحل أوسكار نيماير، المعمار البرازيلي المشهور مصمم مدينة برازيليا العاصمة الجديدة للبرازيل. كان هذا القرار هو ما أعطى قيمة لهذه التجربة وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من القيمة الثقافية. طب يعني مهندس وسيم، يعني عايز أعرف برضو من حضرتك لماذا تم إدراج منظمة اليونسكو هذا المعرض بالتحديد لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر؟ هالشيء جاء بناء لطلب لبنان، يعني نحن مجموعة من الناشطين في لبنان بالتنسيق مع وزارة الثقافة، لأنه هذا المعرض للأسف لم يأخذ حقه في التشغيل، لأنه على مشارف انتهائه بمنتصف السبعينات وقعت الحرب الأهلية في لبنان لأكثر من 15 سنة، وبعد الحرب الأهلية الدولة لم تتمكن من تفعيله، ووظيفة المعارض الدائمة تغيرت في تلك الفترة، فوقع المعرض مرة ثانية بعد الحرب بحالة من الغيبوبة والإهمال والهجر، أدت إلى أنه منشآته تصدعت وتآكلت. في عام 2012 توفي الراحل أوسكار نيماير، ومن هنا بدأت الفكرة أنه هذا الإنتاج المنقطع لهذا المعمار الكبير، هذا النجم الكبير، أن نحافظ على هذه المنشأة ولو من ناحية القيمة الثقافية المعمارية في ظل قوانين وتشريعات في لبنان تعنى بالحفاظ على تراث الحداثة، يعني ما بني في القرن العشرين، وهذا أعتقد أنه موجود بمعظم الدول العربية. لذلك بادرنا باعداد كل الارشيف وكل المستندات اللازمه، وقمنا بملف طلب الى اليونسكو لادراجه لعده اهداف. يعني اليونسكو ادرجته على لائحه المؤشر سنه 2018 في شهر ايلول، كذلك بناء لطلب لبنان، وتم منذ ذلك الحين لغايه 2022 اعداد الملف بالكامل والمواصله والمتابعه منظمه اليونسكو لنيل هذا التصنيف العالمي لاهداف عديده سنه على فكره. يعني هذا الإدراج لترميمه مرة أخرى أم لتجميده وعدم استخدامه مرة ثانية؟ أولاً هذا الإدراج لما منظمة اليونسكو تصنف معلم على لائحة التراث العالمي معلم مبني، لأن في تراث عالمي طبيعي في تراث مبني. التراث المبني يعني قيمة عالمية استثنائية، اللغة الإنجليزية outstanding universal value،
يعني هذا المكان هو يعنى بأهميته، يجب أن يبقى للإنسانية جمعاء لأنه يوثق مرحلة، وهو نموذج نادر في المنطقة من المعارض الدائمة المكتملة التي تتميز بعمارتها بحداثة البرازيل في القرن العشرين، كما أنه المعمار البرازيلي هو أتى بهذا النمط وهذه المدرسة المعمارية من المنحنيات والخطوط البسيطة التي كرسها بهذه التجربة في لبنان. الجدير ذكره، نحن كرسنا حالة في العالم العربي، هذا أول معلم مبني في القرن العشرين في العالم العربي يدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بما تعنيه من قيمة عالمية، من أهمية أنه يحافظ عليه لأنه يعني الإنسانية جمعاء. هذا التصنيف أعطى للمعرض أو لهذه المنشآت قيمة عالمية، وضعه تحت الأنظار من ناحية على السياحة العالمية، السياحة المرتكزة على التراث العالمي، وكذلك تحت أنظار الجهات المانحة. في ظل العجز والأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، نحن نحتاج إلى مساعدات من الخارج، لأنه حتى الاهتمام بالتراث الثقافي في هذه المرحلة يعتبر ضرب من الرفاهية. لذلك نحن نحتاج، بما أنه هذا المعلم باعتراف أهم منظمة عالمية للثقافة والتراث بأنه قيمة أساسية للإنسانية جمعاء، نحتاج إلى تدخل سريع وطارئ لإنقاذه، لأنه مبني من البطون المسلح وتعرض لعشرات السنين من الإهمال والتدهور قبل أن نفقده. وهذا كذلك ما جاء في طلبنا، أن يدرج ضمن لائحة المعالم المهددة بالزوال أو الخطر، لتسريع وتيرة لفت أنظار الجهات المانحة للإسراع بالحفاظ عليه وترميمه، لكي يبقى نموذج من حداثة القرن العشرين للإنسانية جمعاء أن تتعلم منه الدروس وأن تستمتع بجماليته وسحره. يمكن أيضا مهندس وسيم، حضرتك كنت من المعنيين أيضا، وكنت من ضمن الذين قاموا بإعداد ملف خاص بهذا المعرض لتقديمه لمنظمة اليونسكو. حدثنا عن الإجراءات اللي تمت حتى تتم هذه الموافقة على إدراجه لقائمة التراث العالمي. طبعا كان مسار شائك جدا، هو نتيجة تراكم أكثر من 10 سنوات من تجميع المستندات والوثائق التي تؤكد على أصالته وعلى أهمية تجربته وعلى أهمية دور المعمار نيماير في متابعة مساره، لأن المسار كان يفترض أن ينتهي المشروع في 3 سنوات، استمر لأكثر من 10 سنوات ولم يقدر له أن يشتغل أو يوظف بالوظائف الأساسية بسبب تزامن وقوع الحرب وتعرضه للتخريب والسرقة الممنهجة. الملف كان تجربة طويلة جدا، وكل من يعلم ماذا يعني إدراج معلم على التراث العالمي اليونسكو، كم هو شائك وكم يتعرض إلى مسار طويل من الروتين الإداري والمراسلات والمكاتبات. لحسن الحظ نحن كنا محضرين قبل فترة، وكل عملية إعداد الملف وتقديمه إلى أن وصل إلى الإعلان كانت أقل من سنة، عادة تستغرق 4-5 سنوات من المكاتبات والمراسلات. اللي ساعدنا هو طلب إدراجه تحت صفة المباني المهددة للخطر والزوال. طبعا اليونسكو لها محددات، يعني كريتيريا، لها مواصفات معينة لأن يستحق هذا المكان أن يكون تراث عالمي، من ضمنها الفرادة، التجربة، الحكاية، القصة، الأصالة، ماذا يعني بالمقارنة مع منشآت مشابهة له في المنطقة أو حول العالم، من هو المعمار وما أهمية النتاج الذي قام به هذا المعمار في كل مسيرته المهنية. كلياتها معايير، يعني لحسن الحظ كان بأكثر من 90% من المعايير كان مستوفية الشروط، وما أخذ كثير نقاش بالمجلس المخصص باليونسكو للتراث العالمي أن يصوت إيجابا، لأنه شايف أنه كل هالمعايير محققة، وهو نموذج فريد في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لتجربة ما كان يسمى بالمعارض الدولية الدائمة، يجب الحفاظ عليه لأنه مكتمل، وأكثر من 90% من مبانيه لا تزال تحافظ على أصالتها المعمارية. هل بيكون هذا التصنيف وإدراجه ضمن منظمة التراث العالمية بيكون له انعكاس على موقع هذا المعرض، معرض رشيد كرامي، وتصنيفه أيضا؟ طبعا المعرض بعد هذا التصنيف ليس هو كما قبله حكما، لأنه اليوم تحت أنظار المجتمع الدولي استحق صفة القيمة العالمية، فهو حتما سيكون محجة للزوار والسواح لمشاهدة هذه المنشأة وما تحويه من قيمة ثقافية وجمالية معمارية، وهو أيضا سيكون، إذا طبعا قمنا نحن بإعداد الملفات اللازمة لأعمال التدعيم والترميم لحتى نرفع عنه صفة المهدد بالزوال، ستكون لنا حجة قوية أمام الجهات المانحة أن هذا تراث عالمي، ولا يعني فقط طرابلس أو لبنان أو العالم العربي، هو للإنسانية جمعاء. وكذلك نحن أثرنا موضوع تجربة الحداثة في العالم العربي، نحن يجب أن نركز على موضوع معين، هو خلال القرن العشرين حوالي 3 أو 4 عقود من منتصف القرن العشرين، العالم العربي بأجمعه مر بتجربة الحداثة ولما عدة معماريين نجوم من العرب. نحن اليوم بهذه المبادرة وهذا التصنيف
نتمنى أن يشكل ذلك محفز لدى كل الناشطين في مجال الثقافة والعمارة في العالم العربي أن ينتبهوا إلى أهمية النتاج، نتاج تجربة الحداثة من معماريين عرب، أن يسعوا إلى تصنيفها كتراث محلي في مدنهم ودولهم، وأن يفكروا أيضا في بعض التجارب الاستثنائية أن تكون على لائحة التراث العالمي، لأن هذه التجربة جمعت كل العرب. يعني اليوم تجربة الحداثة وحدت الدول العربية تقريبا. في كثير معماريين نجوم عرب في تلك الفترة تميزوا بخطاب معماري مشترك، وهذا بحد بطريقة ما كان حاضنة جمعت الدول العربية على فكر معماري شبه موحد. اليوم نحن نتحدث عن تجربة المعماريين الأجانب في الدول العربية، وكذلك هي موجودة بعدة دول عربية. تجربة المعمار الأجنبي الذي كان سباق أكثر من المعمار العربي بأنه أكرس هذه التجربة كتكون مدرسة تعلم منها الكثير من المعماريين اللبنانيين والعرب، وتأثيراتها واضحة كانت فيما بعد. وهذه التجربة يجب أن توثق وتحافظ للأجيال القادمة حتى يتعلموا منها ويستفيدوا منها. بكل تأكيد طبعا نتمنى أن يعود معرض رشيد كرامي إلى رونقه المعماري والتاريخي، ويظل أيضا رمز للتحضر والحضارة في لبنان. يعني بشكرك شكرا جزيلا مهندس وسيم ناجي، عضو المجلس البلدي في مدينة طرابلس، وأيضا مكلف من وزير الثقافة بالعمل على ترميم معرض رشيد كرامي، كنت معنا عبر زوم من لبنان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل، نستكمل بعدها باقي فقرات صباح جديد. نذهب معكم لجامعة الدول العربية اللي احتفلت بيوم التراث الثقافي العربي، واللي كان بيحمل شعار التراث الشعبي في الوطن العربي. الجامعة العربية أكدت خلال هذه الاحتفالية أهمية الموروث الثقافي العربي، وقد إيه بتقدر تظهر قيمته اللي بتكمن في بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز أيضا بالماضي ومحاربة التشويه اللي استهدف التاريخ والحضارة العربية، مشددة أيضا على ضرورة خلق التواصل بين الأجيال والتشجيع على الإبداع، وده من أجل تحقيق طبعا التنمية المستدامة. عروض فنية متنوعة لتعزيز التراث العربي والحفاظ على الموروث الثقافي المشترك، هكذا أحيت جامعة الدول العربية احتفالا بيوم التراث الثقافي العربي تحت شعار التراث الشعبي في الوطن العربي. مهم جدا نحافظ على التراث العربي والتراث الوطني، لأن هناك في تشابه كبير جدا، عشان هيك اليوم احنا سميناها الفن الشعبي في التراث العربي. يعني احنا نريد ان نلقي الضوء على جميع انواع الفنون والرسم والفولكلور الشعبي. اعتقد اي مبادره للاحتفاء بالتراث العربي هي مبادره طيبه، بحكم ان الناس الان تبتعد عن التراث وتبتعد عن الجذور، والإمارات العربية المتحدة كانت دائما سباقة إلى دعم مثل هذه المشاريع وهذه المبادرات التي ترعى التراث الثقافي العربي، سواء على الصعيد العلمي أو الأكاديمي أو حتى على الصعيد الشعبي والاحتفائي. الأصل في الموضوع أن تعرض الدول تجربتها في صون التراث الثقافي لديها. وبحسب منظمة يونسكو، نجحت مصر في تسجيل 7 عناصر على قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، منها السيرة الهلالية والتحطيب. أما فنون الخط العربي فجاءت ضمن العناصر العربية المشتركة، تقاليد وطقوس عدة تسخر بها المنطقة العربية تشكل إرثا ثقافيا غنيا. احنا مشاركين ب6 بنات، كل بنت لابسه لبس ولايه مختلفه، العاصمه والقبائل الشرق الوسط الغرب، وده لنعرف الناس الهويه الجزائريه. هو اعتقد ان التراث العربي مهما اختلف لكن تظل له نفس المرجعيات، وهو نتيجه تراكم تاريخي لتاريخ نشترك في احداثه وايضا نشترك في صناعته. يعكس هذا الاحتفال حرصا جماعيا على التمسك بالحفاظ على الهوية العربية، إذ شارك فيه إلى جانب الدول العربية منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتراث الثقافي العربي.
إحياء التراث الثقافي العربي وإظهار دوره في ترسيخ القيم الإنسانية هدف رئيسي يسعى إليه هذا الاحتفال للعام الرابع على التوالي، جهود عربية مشتركة تهدف إلى خلق فرص التواصل بين الأجيال للحفاظ على الصورة الحقيقية لتراثنا العربي الأصيل بشتى أنواعه. زينب شبل، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. بالتأكيد طبعا الحفاظ على التراث والحضارة العربية يعني بيساعد على خلق التواصل ما بين الأجيال أيضا وتشجيع على الإبداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة. هنأخذكم مشاهدينا وهنروح بالتحديد لسوريا بقى اللي استخدم فيها فنانان سوريان أدواتهم لتوجيه رسائل شكر على أنقاض المباني لكل من تضمنوا مع بلدهم في كارثة الزلزال الأخير. غطت لمساتهم الفنية والطلاء الملون الأنقاض في مدينة جندريس بشمال غرب سوريا بشكل فني بديع. مبان منهارة وحطام وركام في كل مكان، مشهد لن يتغير على الفور، ولن تعود تلك المناطق إلى سابق عهدها إلا بعد فترة من الزمن، وستبقى ذكرى أليمة في أذهان كل من عايش الزلزال المدمر. مأساة عاشها الشعب السوري. رغب الفنانان عزيز أسمر وسلام حامد في تدوينها، لذا سافر إلى مدينة جندريس شمال غرب البلاد حاملين أدواتهما لطلاء أكوام الأنقاض، تاركين عليها رسائل ما بين امتنان وعتاب. نحن اليوم في مدينة جندريس المنكوبة، طبعا عم نرسم على أنقاض المباني المدمرة بسبب الزلزال، عم نرسم على الجداري، طبعا بنوجه فيه رسالة شكر للأشخاص اللي أو للجهات اللي مدت يد العون وساعدتنا. يعني نحن ما بننسى اللي ساعدنا اللي تعاطف معنا، وبنفس الوقت ما بننسى اللي خذلنا. رغم ضبابية المشهد وكبر حجم المأساة، حرص الفنانان السوريان على تقدير جهود الآخرين وتسجيل شكرهما لكل من ساهم في رفع وتخفيف معاناتهم جراء الزلزال المدمر. وفي الوقت ذاته ألقي باللوم على من تأخر في مد يد العون لهم. نحن اليوم جينا على مدينة جندريس يلي للأسف كانت الضحايا فيها هو العدد الأكبر جراء الزلزال يلي أصاب شمال سوريا وجنوب تركيا. جينا لنبعث رسائل من على هذا الدمار يلي أحدثه الزلزال لكل العالم يلي وقفت معنا يلي ساندتنا بهاي المحنة. نشكر كل شخص، كل فريق، كل دولة ساهمت في بلسمة جراحنا. في هاي الأمور برمزيتها، يعني كانت صراحة كثير لفتة كريمة من هالناس اللي وقفوا معنا بالمحنة. إن شاء الله نحن ما بننسى اللي وقف معنا، بنفس الوقت ما بننسى اللي خذلنا. جولة أطفت بهجة ممزوجة بالألم على المدينة عبر طلاء أكوام الأنقاض برسوم ساطعة الألوان متناقضة مع رمادية الحطام والحزن الذي يخيم على المدينة. يعني مبادرة طبعا جميلة من هؤلاء الفنانين السوريين لإعطاء الأمل مرة أخرى لإحياء هذه المدينة التي تضررت من هذه الكارثة الإنسانية التي شهدناها طبعا في الفترة الماضية. طيب مشاهدينا، نأخذكم أيضا لحديثنا بقى، حيث بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الاستماع إلى المرافعات الشفوية في قضية غونزاليز ضد جوجل، واللي بيعتقد خبراء قانونيين وتقنيون أنها يمكن أن هي تغير
الإنترنت، وستنظر القضية فما إذا كان يتوجب تحميل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وتويتر وجوجل مسؤولية المحتوى المنشور على منصتها. الدعوة بالتفصيل رفعتها عائلة نويمي غونزاليس، وهي سائحة أمريكية كانت بتبلغ من العمر 23 عام عندما لقيت حتفها من بين 130 شخص قتلوا في هجوم إرهابي في باريس لعام 2015. بتقول الدعوة أن الخوارزميات على موقع يوتيوب المملوكة لشركة جوجل أوصت بمقاطع فيديو تروج لتنظيم داعش الإرهابي، ساعدت الجماعة الإرهابية في تجنيد المتدربين وتوجيههم أيضا. شركات الإنترنت محمية حاليا من المقاضاة بسبب المنشورات على مواقعها الإلكترونية بفضل المادة رقم 230 من قانون أداب الاتصالات لعام 1996. بيعود إلى المادة 230 السماح لشركات التكنولوجيا العملاقة بالنمو من دون رادع والتحول إلى أكبر الشركات في العالم، وقد يغير صدور حكم أيضا ضد جوجل أسس القانون اللي بتحكم استخدام وسائل الإنترنت المختلفة. للمزيد للتعليق على هذا الموضوع بينضم إلينا من لبنان عبر زوم خبير التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات سيد بشير تغريني. يعني صباح الخير في البداية، ويمكن حدثنا النهاردة عن أهمية تلك الدعوة القضائية التي تحدثنا عنها في البداية وعلاقتها بتغيير مستقبل أمن المعلومات. مرحبا. هي المادة اليوم اللي عم 230 اللي عم تفضلت حضرتك قلت عنها بالقانون الأمريكي، هي مادة اليوم عنده يعني مش بس بهذه القضية عم ينظروا لها، هي حتى إذا شفنا من الأخيرة عنها تويتر ومش وفيسبوك كمان عم يتقاضوا على هذا الموضوع، وشفنا منهم كانوا رؤساء سابقين لتويتر او غيره، وحتى رؤساء بالامن الفدرالي الامريكاني عم يتحاكموا، شفناها بالمحكمه العليا قد ايه هذه المدة عم تلاقي نقاش تقدروا يعني يتحيلوا عليها او يشيلوها من هذا الموقع اللي هي فيه او قوتها اللي هي بتحمي مواقع التواصل الاجتماعي. هلا هذا الموضوع موضوع رهن يعني عم يحط المحكمه بضمن خيارين، يعني يا هو الفريدم اوف سبيتش او حريه الراي والتعبير او يعني بالدستور الامريكاني، ومن ثاني ميلي اللي صار مع العائله بباريس او غيرها، يعني اللي قدرت تنظيم داعش روج له او يعني بغير طريقه مقصوده من جوجل اللي بتملك يوتيوب. طيب يعني سيد بشير، يعني على ماذا تنص تحديدا هذه المادة بقانون أداب الاتصالات اللي ذكرتها، المادة 230، ومدى تأثيرها في تغيير مستقبل الإنترنت يعني في مثل هذه الدعوة؟ هي مادة اليوم بتحمي، إذا بدنا نقول هي بتحمي هذه الشركات يعني تحت الأمبريلا تبعها أو تحت المظلة تبعها، اللي هي إنه اليوم الشركات ليست مسؤولة مع إنه اللي بينحط عندها، يعني هي اليوم بتراقب هذا الكونتنت الموجود بس مش مسؤولة عن الشخص اللي حطه، يعني اليوم ما فيها هي تروح تحاكم آيسيس أو ما يسمى بالإرهابيين أو الدواعش، يعني اليوم هي مادة هي قانون يحميها من التطرف إذا بدنا نقول أو الناس اللي بيقوموا بيعملوا بولينج أو غيرها من إرهاب. اليوم كمان هذه المادة بتحمي الشركات تقدر اليوم تستثمر بالولايات المتحدة عن موضوع يعني إذا بدنا نقول يعني الشركات بتحمي حالها قانونياً مشان ما تتعرض للمحاسبة مباشرة من مثل ما هلأ ما عم بيصير من العائلة أو من غير، يعني هي بتعتبر حالها بريئة من هذا الموضوع وبتحمي حالها أنه أنا اليوم عم بتبع المادة 230 اللي هي بتقول أنه أنا اليوم لست مسؤولة عن الكونتنت اللي بنحط، فيني شيل الكونتنت أكيد إذا بتعرض وبالسوق لا بلاقيه أنا، إذا هي بتلاقيه شخصيا بتعرض لهذا للبلاجرزم للتيروريزم يعني بحيلا نوع من هذه الأخطاء بتقوم بإزالته، إذا ما بيعترض مع قوانينها ما بتقوم بإزالته. هل ممكن أن تنجح مثل هذه الدعوة القضائية، ويمكن على ذكر هذه القضية بالتحديد أن تساعد في تغيير هذه المادة بالتحديد؟ اليوم نكون صريحين، مثل ما تفضلت وقلت لك أول شيء، هذه الدعوة اليوم دعوة كبرى كتير على جوجل، وخصوصا أنه اليوم فيها نوع من الإرهاب، بس كمان اليوم مش بس هذه الدعوة مفروضة على جوجل، يعني اليوم عنا إذا شفنا بأمنا الأخيرة حتى اتهموا تويتر بالتجاؤه لهذه المادة وقام ب إذا بدنا نقول بتغيير الانتخابات الأمريكية لدونالد ترامب، وشفنا قديش حتى بكورونا قديه في تويتر وغيرها قام بإزالة منشورات كمان تحت عنوان المادة 230. يعني اليوم أنا
اعتقادي الشخصي رايحين لازاله هيدي الماده او تعديل هيدي الماده، لانه الماده صار زمان ما تعدلت، خصوصا انه اليوم مع التطور التكنولوجي لازم هيدي الماده تتعدل كل ست اشهر او كل ثلاث اشهر، لانه التطور التكنولوجي عم بيتطور بشكل سريع جدا والمستخدم عم بيقدر يتحيل على هيدي المواد، فرايحين اكيد على تغيير لهيدي الماده او يعني تعديلها بلاحظ مش الغاء اكيد. طب هل نقدر نقول ان احنا محتاجين لتشريع دولي لمواجهه اخطار الجماعات الارهابيه المنتشره على هذه الوسائل؟ اكيد اليوم نحن بحاجه على طول لنكون عندنا قانون او تشريعات جديده للمحاربه بهذا اليوم. كل يوم عندنا يعني اذا بنقول حسب التطور كل يوم عندنا حادثة أو كل يوم عنا شيء جديد منحاربه على مواقع التواصل الاجتماعي، فمشان هيك أنا مع أنه عطول يتعدل تعدل المواد الدستورية أو القانونية ليه محطوطة على كمال مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه اليوم كل يوم بنلاقي أنه في بلاتفورم أو يعني موقع جديد أو منصة جديدة عم تستخدم أو عم تتعرض أو يعني طريقة جديدة لمحاربتها أو عم تخلق جديد. يمكن أن يعني كما ذكرت حضرتك ليس هذه الدعوة الأولى لموجهة لجوجل بالتحديد، هناك دعاوى قضائية كبيرة، ولكن فيما يتعلق بالتحديد بالجماعات الإرهابية وسهولة وصولها لكثير جدا من الشباب من خلال هذه الوسائل وتجنيدهم بسهولة، كيف يمكن حماية هؤلاء الشباب من حملات التجنيد اللي بتنظمها هذه الجماعات الإرهابية؟ هلا اليوم اخر فتره كانوا عم يجندون اذا بدنا نقول هي حسب هي الاتهامات اذا بنقرا الدعوه هي انه اكثر دعوه هي على يوتيوب، لانه اليوم الالجوريثم تبع يوتيوب كان عم بيقدر يوجه الفيديو او الشباب للانضمام لهذا الموضوع. هلا اليوتيوب اليوم قامت برفع مستوى الاي اي عندها اللي هلا هو ارتفيشال انتليجنت، عم بيقوموا بمحاربتهم ب يعني بتطور العلمي، عم بيشوفوا اليوم قد ايه في مجموعات عم تحضر بآن واحد، يعني مين عم بيعمل ترندينج، مين عم بيقوم بالمشاهده الكبرى، عم بيراقبوا عم بيراقبوا الخلايا اذا بدنا نقول بمجموعات ببلد واحد، يعني اليوم عم بيشوفوا كمان صاروا يوتيوب قد ايه في نسبه مشاهدات عليا بمنطقه واحده، لهالدرجه اليوم يعني عم بيقدروا ينتبهوا شو عم بيصير او مثلا بالدول العربيه او غيرها اذا بدنا نقول او بالدول المتطرفه قد ايه اليوم في ناس عم تستعمل هيدا البلاتفورم مش الثاني، حتى اذا بدنا نقول عم يستعملوا البلاتفورم الانكربتد كمان عم بيجربوا يراقبون انه يوقفون لانه عده مساجات او عد يعني ورا بعضهم عم بيعملوا بلوكات على ارقامهم، يعني ليس بالشيء السهل، يعني شيء جدا صعب، خصوصا انه اليوم بدنا حريه بذات الوقت وبدنا كمان امن، فشوي الالتقاء بالوسط صعب والتطرف صعب، ويعني تتحمي معلوماتك كمان هذا شيء بيميز البلاتفورم، وتأنه يقدروا يخترقون ويشوفوا شو عم بيعملوا كمان هون بنصير خرقنا الحرية الرأي والتعبير، يعني في مواجهة صعبة كتير بهذا المواضيع. يعني حضرتك ذكرت أنه هذه الدعوة القضائية من جانب هذه الفتاة الأمريكية اللي بتدعى نويمي غونزاليس، يعني هذه دعوة كبرى كما حضرتك ذكرت لنا سيد بشير، ويعني زي ما أنا قلت كان هناك أيضا الكثير من الدعوة القضائية الموجهة لشركة جوجل، ولكن بشكل عام هل نجحت دعوة قضائية من قبل ويعني انتصرت القضاء الأمريكي لأمن مستخدمي شبكة الإنترنت من قبل، ولا لم يتم ذكر أي دعوة من قبل وتحقق هذا الانتصار لجانب مستخدمي شبكة الإنترنت؟ هلا دعوة قضائية لمستخدم لا، اليوم اخر كان في رئيس الامريكي كمان قام بدعوة على يعني على تويتر وغيرها، هلا مستخدم واحد هلا هي تعتبر هي الدعوة الكبرى الأولى بهيدا النوع، يعني عم نحكي بالنوع الإرهابي إذا بدنا نقول مش مثلا بخطأ أو بترويج فيديو أو ب لا، هيدي أول نوع دعوة إذا بدنا نقول على هيدي المادة تحديدا من ترويج عمل إرهابي صار بمدينة باريس، هي أول نوع دعوة بتصير على شركة كبرى من هيدا النوع، والتأمل كتير كبير إنه يقوموا بمحاكمة وبتعديد يعني يقوموا الأهل بربح أو يعني
هذه الدعوة على لهذه البلاتفورم، وهذا شيء بفرجي أنه كمان اليوم بدنا ننتبه أنه اليوم ليس أحدا محمي، حتى الشركات الكبرى بهيك دول تحاكم وتحاسب. صحيح. يعني سيد بشير تغريني خبير التواصل الاجتماعي كنت معنا عبر زوم من لبنان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وشكرا لوجودك أيضا معنا في برنامج صباح جديد. مشاهدينا بكده هنكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من صباح جديد، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس التوقيت.